سنقوم بتمثيل y تساوي 5 مرفوعة للقوى x، وسنفعل ذلك بأكثر الطرق اعتيادية، حيث سنجرب بعض القيم لـ x ونرى على ماذا نحصل لـ y، ومن ثم سنعين تلك الإحداثيات. إذا دعونا نجرب بعض القيم السالبة وبعض القيم الموجبة، وسأحاول أن أمركزهم حول الصفر. هذه ستكون قيم x وهنا ستكون قيم y، وسأبدأ أولا بقيمة سالبة. لنفترض أننا سنبدأ بـ x تساوي سالب 2، بالتالي فإن y تساوي 5 للقوة سالب 2، وكما نعلم فهو يعادل 1 على 5 للقوة 2 ويساوي 1 على 25. الآن لنجرب قيمة أخرى، ماذا يحدث لو أن x تساوي سالب 1؟ فإن y تساوي 5 للقوة سالب 1، وهذا ما يعادل 1 على 5 للقوة 1، أي 1 على 5. والآن دعونا نفكر، لو كان x تساوي 0، بالتالي y ستساوي 5 للقوة 0، ونحن نعلم أن أي عدد يرفع للقوة 0 يكون ناتجه 1، إذن هذا يساوي 1. ثم لدينا أخيرا في الواقع، دعونا نجرب المزيد من النقاط هنا، دعونا نجرب، سأمد هذا الجدول أكثر، دعونا نجرب x تساوي 1، بالتالي y ستكون تساوي 5 للقوة 1، ما يساوي 5. دعونا نضع قيمة أخيرة هنا لنرى ما سيحدث عندما x تساوي 2، بالتالي فإن y ستكون 5 للقوة 2 وتساوي 25. والآن يمكن تعيينهم لنرى كيف يبدو. دعونا نرى كيف يبدو. إذا دعوني أخرج ورقة التمثيل البياني هنا. هنا قيم x ستكون أقل من سالب 2 وتصل إلى موجب 2، ثم قيم y تبدأ من 1 على 25 وصولا إلى 25. إذن لدي قيم موجبة هنا، دعوني أرسم هكذا. هذا سيكون محور x، هذا هو محور x، دعوني أرسم محور y. سأرسمه بشكل متقن قدر المستطاع، سأرسم هذا ليكون محور y. قيم x ستكون سالب 2، وسأقوم بمد محور y، هذا y وهذا x، هذه سالب 2 وهذا هي سالب 1، وهذه 0 وهذه 1، وهذه موجب 2. والآن دعونا نعين النقاط. x تساوي سالب 2، y تساوي 1 على 25. في الواقع دعوني أجعل التدريج على محور y وصولا إلى 25، فلنفترض أن هذا 5، في الواقع علي أن أجعل هذا أصغر، إذا هذا سيكون 5، 10، 15، 20، 25، ستكون على يمين، على يمين حرف y. إذا دعونا الآن نعين النقاط. سالب 2 و1 على 25، الواحد يقع هنا، إذا 1 على 25 تكون قريبة جدا من محور x، هذا بالنسبة لواحد على 25، إذا هذه النقطة سالب 2 و1 على 25 تقع على محور x، 1 على 25 ستكون قريبة جدا جدا من محور x. الآن دعونا نعين هذه النقطة المكتوبة باللون البرتقالي، سالب 1 و1 على 5، هذا التدريج قريب جدا، قريبة جدا من محور x، هذه هي النقطة سالب 1 و1 على 5. والآن لدينا باللون الأزرق 0 و1، ستكون هنا، ستقع هنا. ثم لدينا 1 و5، النقطة 1 و5 تقع هنا. وأخيرا لدينا 2 و25،
عندما x تساوي 2 فإن y تساوي 25، إذن النقطة 2 و25 تقع هنا. أعتقد أنكم ترون ما يحدث بالاقتران في هذا التمثيل البياني، إنه يبدأ بالسالب، أي سالب x، كلما ذهبنا بالاتجاه السالب عندما نزيد من قيمة السالبة للقوة نقترب أكثر من الصفر، سنترك الصفر ونتجه إلى حد أبعد من الصفر بقرب محور الواي. لدينا واي تساوي 1، ثم عندما يكون الأس هنا أو أن واي وإكس تساوي 0، واي تساوي 1 عندما إكس تكون وراء الصفر، سنبدأ برؤية زيادة سريعة، وبعضهم يسميها بالزيادة الأسية كما في هذه الحالة هنا. إذن سأستمر وكما أنني أرسم في عصا الهوكي هنا، سأستمر بالصعود للأعلى. يمكنك الاستمرار إلى ما لا نهاية والاقتراب أكثر من الصفر دون أن تلامسه. إذن 5 مرفوعة لقوة سالب بليون ستكون قريبة جدا من الصفر، لكن 5 مرفوعة لقوة موجب بليون سيكون عدد ضخم جدا. دعوني ألون الانحناء حتى يمكنكم رؤيته هنا. لم ألامس الصفر ولو أن الرسم يبين ذلك، بل كنت قريبا جدا منه، من محور الموجب. ثم أبدأ بالارتفاع للأعلى.